السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مكيف هواء جديد وهو مكيف سامسونج. كما راكم تشوفوا هذا المكيف رانا معاه، المرة اللي فاتت درنا كوندور، المرة هذه رانا مع سامسونج. راح نوريو لكم كيف تستعملوه، طريقة تنظيفه. كما راكم تشوفوا راني حاطة فوق منه إناء تاع ماء. كما تعرفوا بلي هذه المكيفات كي تسحب الماء تضر الانسان، لانها تجبد الماء الموجود في الغرفه، وبالتالي راح تسحب المياه الموجوده في، كما يقولوا الاطباء، انه تجبد المياه الموجوده في عظام الانسان. بالتالي لازم اي غرفه يكون فيها مكيف هواء تكون فيها اناء فيه ماء باه تحمي الانسان من هذا المشكل. راح نشوفوا بعض طريقه تنظيفه. هاكم تشوفوا معايا انها مكيف هواء، الحين نقدمو، شوفوا معايا مليح. راح نحاولوا نفتحوه امامكم، هاولي تفتحيه بالطريقه هذه، هو هكا نفتحوه. راح نحيو هذا الاشرطه اللي راهي لاصقه فيه ونظفوها امامكم ونرجعوا تشوفوا كيفاه. كما راكم تشوفوا هنا سحبناه، ها هذا الاشرطه كاينين زوج كما راكم تشوفوا، هاني سحبتهم، ها هم ليك اثنين. راح نروح ننظفهم ونرجع لكم. هاوليك معاكم واحد، هاوليك هذا مش منظف، وهذا كنت ديجا نظفته. راح نحاول نديرو عملية تنظيف مع بعض. راح نفتح خرطوم المياه ونحاول معاكم، نحاول اني ننظفو كما راكم تشوفو. هاوليك ها هي خطوات التنظيف، شوفو الأطربة، ها هي والله غبار يعني ما تصوروش. شوفوا معايا بعد ما قمنا بالتنظيف كيفاه ولاو جدد نضاف، تحت لهم كل هذيك الاطربه. والله الاطربه يعني قويه جدا، الحمد لله اني نظفتهم. شوفوا معايا كيفاه، هاي ليك ولا الشكل جميل نضاف. دوك نحاولوا نركبوهم راكم تشوفوا اعزائي. راح نعاودوا نرجعوهم بلايصهم بالطريقه هذه، ندخلوهم هكا، نزيد نجي الجهة الأخرى المقابلة هكا، ها ها. كما راكم تشوفوا عندهم لي باريير تاعهم، نحطوهم داخل لي باريير ونكواسيهم كما كانوا ونقفل الواحد جيد، ها الو هكا. ها شعل الجهاز تاعنا، يجي الهواء نظيف ونقي ومنعش وبارد ما شاء الله. حافظوا على الاجهزه تاعكم، وان شاء الله اذا حبيتوا جهاز اخر زيدوا قولوا لي في كومونتير، راح نوصل لكم اجهزه اللي تحبوها لدياركم. السلام عليكم في فيديو اخر.